لهيش حالتك ظلم ريغا بيدراو نبوا وسر خواندن بو ظالم ريغا بيدراو نبوا اوانيك بداخوا امرو علين خروج لسر حاكم جائز نيا نازانين اي بيان جائزة حاكم خروج لسر ملتي خوي بكات لكاتك كحكمراني ورقرتني أركو برسيالتي حكمراني عقدة توكيلة أم توكيل كردنا هميشة أو كسيك كسيك توكيلكات موكيلك لوكيلك بهيسترا وأبي لسر أساسي مصلحتي أو قرار بدأو تصرفك بويا علماء قديما وجديدا كودنجن لسر أويك تصرف الحاكم منوط بالمصلحة لكيام مصلحة تحقيق نبو أو تصرف تصرفك نا لايق غير شرعية لم زمينا بيغمبر صلى الله عليه وسلم تنتر لك الأنبابة مع ملاكاو أفرمي إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم دسيان لي بشور امال اوايان ليبك كما تنترين سركون كردنا كأمتنا ببقات او استي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دسي لي بشور يا ببران بركان بفرمي دسي لي بشورن لوش قرنتر بيغمبر خوا صلى الله عليه وسلم باسو خواسي قولترين جهاد أفضل الجهاد كلمة عدل يا حق عند السلطان جائر حرب وش نوستاو برزان لوزيا ترفرمي سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جاهر فأمره ونهاه فأمره ونهاه كنتم خير أمة بوشي لبرأويك أمر نهي من هبيت لبرابر أم حاكمة جائرة فقتله أي كجيت أما بيت هاوري وهاو دمي قوري الشهيدان حمزة براو مامي بيغمبر صلى الله عليه وسلم منظومي ظلم برزان لقرآن بيروزا خداي قورا تبرعي لظالمان كردوا مرجعيتي ظلمي لسر شرك بنيادنا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم